بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم على آخر سيكشن في البروتوزو. وزي ما قلنا احنا خلصنا الرايزوبودا والسيلياتا والفلاجيليتس، النهاردة إن شاء الله بنكمل السبوروزوا اللي انتوا بدأتوها المرة اللي فاتت بالملاريا. وكالعادة بفكركم احنا عندنا ثلاث أشكال لللايف سايكل. الشكل الاولاني هو اللي فوق، وده انتهينا منه في التلت الاول من المنهج، اللي هو تروفوزويد يتعرض للخطر فيتحول لسيست، وبعدين السيست تتاكل فترجع تتحول لتروفوزويد تاني. طالما دخلت بقى جسم الانسان والانفايرومنت بقت جميله، خلاص مفيش داعي للسيست، وقول تقلعها وتتحول لتروفوزويد وترجع تمارس دوره الحياه بتاعتها تاني. الشكل التاني اللي هو كان تحت ده، اللي هو كان في فيكتور بيجي ياخد البروتوزون ويشيله من هوست ينقله الهوست تاني، فما كانش في داعي لعمليه تكوين السيست وول والسيست تتكون، لان الانفايرمنت داخل الكائن ده او الفيكتور ده كويسه. فكان البروتوزون فوق الخط بيتكاثر ويمارس دوره حياته عادي، وتحت الخط كان بيتكاثر ويمارس دوره حياته عادي. وشفنا الكلام ده في الليشمانيا وفي التريبانوسوما. انتهينا من الجزء ده، شفناه طبعا في التلت التاني من المنهج. التلت الاخير بقى من المنهج اللي بدأناه المرة اللي فاتت، هو برضو كنا بنرجع تاني لمسألة الـ external environment، بس المرة دي يعني هتبقى دورة حياة متطورة شوية. يعني ايه؟ يعني هيبقى عندي تروفوزويد بيتحول لسيست وكل حاجة، والسيست تيجي تتاكل فترجع تاني تروفوزويد، بس الموضوع هيبقى معقد شوية. ليه؟ لاني هجيب لك اعقد صورة للتكاثر من كل حاجة وهحطها لك في الدورة دي. يعني ايه؟ يعني لما درسنا مقدمة البروتوزوا عرفنا ان اعقد صورة من الاسكشوال ريبرودكشن كان اسمه شايزوجوني. يعني ايه؟ يعني الخلية الواحدة تدي عدد كبير جدا من خلايا شبهها. طبعا احنا فاكرين السيمبل باينري فيجن اللي هو خليه تدي خليتين بس، نفس الخليه الاولى هتبقى زيها الخليتين الجداد نفس الدي ان ايه بتاعها بس انقسام ثنائي بسيط. الشايزوجوني هي نفس الخليه هتدي عدد كبير من الخلايا نفس الدي ان ايه بنفس الصفات، بس عدد كبير جدا من الخلايا جوه كيس. الكيس ده بسميه شايزونت، فبسمي العمليه كلها شايزوجوني، يعني عمليه تخليق الشايزونت. الشايزونت ده اللي هو جواه النسخ الجديده من الخلايا اللي هينفجر بعد كده عشان يطلع الخلايا دي. وبعدين قلنا برضو ان في اعقد صوره من السكشوال ريبرودكشن اسمه ايه؟ اسمه سبوروجوني. والكلام ده خدناه المره اللي فاتت برضو في الجزء بتاع الملاريا. هو السكشوال ريبرودكشن زي ما قلنا ما يشملش السبوروجوني بس، ده العمليه في التوتال كده اسمها سينجامي، وبتبتدي بتكوين الجاميتس اللي هي عملية الجاميتوجوني. اوجوني دي يعني فورميشن، جاميت يعني جاميت، اللي هي الخلايا الميل والفيميل. فجاميتوجوني يعني عملية تخليق الميل والفيميل، خلية الميل والفيميل. يبقى السيكشوال سايكل بتبدأ بجاميتوجوني ثم تنتهي بسبوروجوني اللي هو تكوين السبورس او الخلايا بقى اللي ناتجة عن اتحاد خلية الميل بخلية الفيميل. والمره اللي فاتت شفنا الكلام ده في الملاريا، بس شفنا الشايزوجوني والجاميتوجوني كان بيحصلوا فوق الخط، وكلمه ومرحله السبوروجوني كانت بتحصل تحت الخط. يعني السكشوال سايكل بدات جوه في المان، وبعدين اكتملت تحت الخط في الحشره اللي هي في الناموسه يعني، وكونت السبوروجوني وانتهت بتكوين الاووسيست. النهاردة ان شاء الله هنشوف العملية كاملة، يعني عملية السنجمي هتبقى كاملة في نفس الكائن، وهنفهم الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله. يعني انا متوقع النهاردة ان دورة الحياة هتبتدي باعقد صورة من الاسكشوال ريبرودكشن اللي هو الشايزوجوني، ثم تقلب بجاميتوجوني. طب ليه يا جماعة ما كانتش جاميتوجوني على طول؟ يعني ما كانتش سكشوال ريبرودكشن على طول؟ لان انا بقول لك خلية ميل هتتحد مع خلية فيميل فتدي كائن واحد، وبالتالي مش هيفيد البارازايت ان هو يكتر العدد بتاعه. ايه لما خليه تدي خليه او خليتين يتحدوا ويدونا خليه؟ انا اللي يهمني ان انا الاول اكتر عدد البارازايت، فهعمل الاول شايزوجوني هكتر عددي قوي بالاسكشوال ريبرودكشن، باعقد صوره من الاسكشوال ريبرودكشن هدي عشرات الخلايا او مئات الخلايا او الاف الخلايا. زي ما شفتوا مثلا السبوروسيست بتاع الملاريا المره اللي فاتت كان موجود فيه الافات من السبوروزويتس. وبعدين
الشيزوجوني دي هتقلب بعد كده بجاميتوجوني، يعني الخلايا اللي نتجت دي بعد كده هتخش في مرحلة السكشوال ريبرودكشن اللي هي جاميتوجوني، يعني تكوين الجاميتس، خلية الميل والفيميل، وبعدين دول يتحدوا مع بعض بعملية سبوروجوني ويتكون في الآخر خالص الكيس المليان خلايا كتير، والعملية ككل بنسميها سينجامي زي ما قلنا. وبما ان بقى دورة الحياة دي معقدة وفيها سيكشوال ريبرودكشن اللي هي اول مرة نشوفها في البروتوزوا، ما ينفعش اسمي السيست اللي تحت سيست كده زي دورة الحياة البسيطة اللي في الاول دي، لا انا هسميها او سيست، يعني السيست اللي نتجت عن اتحاد خلية الفيميل الجديدة بخلية الميل. ماشي يا شباب؟ لكن دورة الحياة في المجمل هتبقى كائن موجود هنا بيتكاثر بيمارس دورة حياته، وبعدين ينزل تحت كسيست اسمها ايه بقى؟ اسمها اوسيست، وبعد كده الاوسيست دي ترجع توصل للانسان تاني بطريقة ما، غالبا بتبقى عن طريق الاكل، ممكن عن طريق حاجات تانية زي ما شفنا مثلا في الملاريا المرة اللي فاتت كان في حشرة. ولما تيجوا للنظري بقى كنا بنقول ان دورة الحياة بتاعت الملاريا هي عاملة ميكس كده ما بين النوع التاني من دورة الحياة والنوع الاخير من دورة الحياة، يعني فيها حشرة برضو لكن ماشية بنفس السيستم بتاع المنهج الاخير او الجزء الاخير من المنهج، يعني شيزوجوني ثم سينجامي اللي هي جاميتوجوني وبعد كده سبروجوني وهكذا. ماشي يا شباب؟ يبقى دورة الحياة النهاردة اللي هنتكلم عنها في المجمل هي فوق الخط هيبقى تروفوزويد قاعد بيمارس كل الوظائف الحيوية بتاعته، ومن ضمن الوظائف دي عملية الريبرودكشن بيبدأها الأول بشيزوجوني ثم يختم بالسنجمي اللي هي بتبتدي بجاميتوجوني، يعني عملية تكوين الجاميتس خلايا الميل والفيميل يعني، وبعد كده تكمل بالسبوروجوني، وبعدين الأوسيست كده تبقى جاهزة تنزل الانفايرومنت بقى خلاص هتتحمل الظروف اللي بره، وبعد كده ترجع تاني تطلع فوق عن طريق انها تتاكل او اي وسيله تاني. ماشي يا شباب؟ دي الجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. وزي ما بدانا المره اللي فاتت احنا بنتكلم على كلاس سبوروزوا، وفهمنا ليه كلمه سبوروزوا، علشان البيبي بتاعها او السيست بتاعتها او الاوسيست بتاعتها بنسمي المحتوى بتاعها سبورز اللي هي السبوروزويدز اللي جوه دي. عرفنا بقى كلمه سبوروزويدز اللفظ ده ظهر لنا المره اللي فاتت، هو التروفوزويد عادي وكل حاجه لكن بيبقى موجود جوه الاوسيست فبسميه سبوروزويدز. ماشي يا شباب؟ وبعدين عرفنا برضو ان العيله برضو ليها اسم ايبي كومبلكسا، عشان التروفوزويد بتاعها ده بيبقى عنده حاجه في فوق كده عامله زي الشنيور اللي بيخرم بيه الخلايا اسمها ايبيكال كومبلكس. وزي ما قلنا بقى الجنرال كاركترز بتاعتها عندها نو سبيشال اورجان اوف لوكوموشن، كل العائلات اللي فاتت كان في سبيشال اورجان اللوكوموشن، يعني مثلا الرايزوبوتا كانت بتتحرك بالسودوبوديا، السيلياتا بتتحرك بالسيليا، الفلاجيليتس بتتحرك بالفلاجيلم، السبوروزو ما عندهاش الاورجانز دي لكن الحركه بتاعتها يا جماعه بتبقى حركه زحف، يعني بتسحب كده، ولذلك بتلاقي الجدار بتاعها بيبقى فيه اكتين ومايوسين بنسميها جلايدنج موتيليتي. ماشي يا شباب؟ تاني حاجه عندها الابكال كومبلكس في التروفوزويد بتاعها زي ما اتفقنا، وكلمه تروفوزويد دي زي ما قلنا هي اي صيغه حيه بتمارس الوظائف بتاعتها، يعني غير الاوسيست. الاوسيست زي ما اتفقنا زيها زي السيست، دي صيغه كامنه منتظره انها توصل للكائن تاني. طيب production of spores، ودي خلاص فهمناها ان لما بتتعرض للخطر وزي ما قلنا ان بتبتدي تفرز سيست وول حوالين نفسها، لكنها ما هياش سيست عاديه زي السيست اللي احنا اتكلمنا عليها في دوره الحياه البسيطه اللي في بدايه المنهج، لا دي او سيست وجواها طبعا السبورز او السبوروزويدز اللي احنا بنقول عليها. وزي ما اتفقنا بقى ان فيها تو تايبس اوف مالتيبليكيشن، في عندنا الاسكشوال والسكشوال مالتيبليكيشن، فاحنا بنقول انها عندها الترنيشن اوف جينيريشنز، يعني في سكشوال سايكل وفي اسكشوال سايكل. عمليه الجاميتوجوني دي جينيريشنز لوحدها، يعني اجيال بتيجي بالاسكشوال ريبرودكشن، وبعدين عمليه السنجامي او الجاميتوجوني وبعدها السبوروجوني دي بتدي اجيال ناتجه بالسكشوال ريبرودكشن اللي هي السبوروزايتس داخل الاوسيست. واتكلمنا بقى بالتفصيل المره اللي فاتت عن البلازموديوم، مفيش داعي ان احنا نعيد الكلام تاني، احنا النهارده بقى عايزين التوكسوبلازما جونداي
بالمناسبه برضو دي دوره الحياه بتاعت الملاريا اللي احنا متعودين عليها بقى، شفناها المره اللي فاتت الشيزوجوني وبعدين الجاميتوجوني، واتفقنا ان الاسبروجوني بتحصل تحت. يعني السكشوال سايكل اتقسمت نصين، ابتدت بتكوين الميل والفيميل سيلز داخل المان، وبعدين كملت بقى نفسها داخل الحشره، وانتهت بعمليه تخليق السبورو زويتس اللي هي داخل الاووسيست بتاعتها، فسمينا دي سبوروجوني. يبقى دول الثلاث مراحل اساسيه، الشيزوجوني جاميتوجوني سبوروجوني. تعالوا نشوف بقى النهارده المرض اللي انتم بتسمعوا عليه من زمان، اسمه توكسوبلازما او مرض القطط. ليه بتكلم عن القطط يا جماعه؟ اصل القطط الحقيقه هي البطله بتاعه المرض ده. يعني ايه؟ يعني هي الديفينيتيف هوست الوحيد للمرض ده، وكل الكائنات التانية بنعتبرها انترميديت هوست. طبعا انا لما بتكلم عن القطط بتكلم على شبيهاتها كمان، يعني كل العائلات اللي تندرج تحت القطط او اللي احنا بنسميها الفيلايتس، ماشي، النمور بقى والكلام ده. المهم انا بكلمك على القطط، انت ده تبقى فاهم بقى ان انا بكلمك عن العيلة كلها، الفيلاينز كلها يعني. والحقيقة يا جماعة ان المرض ده زي ما قلنا هو تبع القسم الاخير من دورة الحياة اللي هو هتدور جاميتوجوني ثم سبوروجوني، وقبليهم طبعا في مرحلة الشيزوجوني. يبقى احنا هنا في دورة الحياة اللي في النص دي اللي هو بتمثل التلت الاخير من المنهج. يعني انت عايز تقول لي ان انا خلاص هرسم دورة الحياة كالعادة بقى، ادي الخط اهو، على يمينه الدياجنوستيك ستيج وعلى شماله الانفكتيف ستيج، وفوق الديفينيتيف هوست اللي هو الكات، وتحت الانترميديت هوست اللي هنعرفهم دلوقتي. وانتم ملاحظين ان انا قاعد اقول لكم ديفينيتيف هوست وانترميديت هوست، ديفينيتيف هوست وانترميديت هوست. اللي خلاني اقدر اقول كلمه ديفينيتيف هوست وانترميديت هوست هنا هو ان انا عندي سيكشوال سايكل، يعني في كائن بيحصل فيه جواز وخلفه. على عكس مثلا لما كنا بنتكلم في الليشمانيا ما كنتش بقول لك في ديفينيتيف هوست وفي انترميديت هوست. ليه؟ علشان ما كانش عندي اكتر من asexual reproduction اللي هو simple binary vision او longitudinal binary vision يعني. فكنا بنقول vertebrate host و invertebrate host. خلي بالكم من اللغة دي يا شباب، انا النهاردة لغتي في definitive host والintermediate host، واتفقنا ان البطلة بتاعتي هي القطة، لكن كل اللي هيحصل في الintermediate host عندي مجموعة كبيرة من الكائنات بنقول عليها وايد رينج اوف intermediate host، والكلام ده هيفيدني جدا بعد شوية لما اجي اقولك هو التوكسوبلازما مرض مشهور ليه. ليه؟ علشان عندها كمان وايد رينج من الانترميديت هوست، وبتتنقل بطرق عدوى كتير. الكلام ده هنشوفه بعد شويه، مفيش داعي ان احنا نسبق الاحداث. لكن دوره الحياه كالعاده هتبقى ازاي؟ هتبتدي بكائن عايش جوه القطه بيمارس دوره الحياه بتاعته اللي احنا متعودين عليها بقى، شيزوجوني وبعد كده جاميتوجوني وسبوروجوني. وهنا ملاحظين ان الجاميتوجوني والسبوروجوني داخل نفس الكائن زي ما اتفقنا، اللي خلاها تتقسم المره اللي فاتت في الملاريا ويحصل السبروجني داخل الناموسة، هي ان دورة الحياة دي كانت ميكس ما بين دورة الحياة اللي هي النوع الثاني من دورة الحياة اللي بيبقى فيه فيكتور، والنوع الثالث من دورة الحياة اللي هو المعقد اللي احنا بنتكلم عليه ده. المهم الشيزوجني وبعديه يجي الجاميتوجني والسبروجني، وبعدين هتنزل الاووسيست بقى لما الانفايرومنت طبعا تبقى وحشة. هتنزل فين؟ هتنزل في الاستول، وبعد كده هتمر على الكائنات ده هي كلها، وبعد كده يتكون جواها مجموعة من الستيجز هنتكلم عليها بعد شوية. الستيجز ده ترجع تاني للقطة تتاكل عن طريقها، وتحصل برضو دورة الحياة بالطريقة دي. هما الخمسة ستيجز اللي احنا متعودين عليهم، اللي هو البروتوزون عايش هنا بيمارس دورة حياته، وبعدين passage of diagnostic stage في الستول بتاع القطة. طبعا كلمة diagnostic stage ده بالنسبة للقطة، بالنسبة لنا كإنسان اللي انا يعني هبقى موجود تحت هنا اسمها infective stage بالنسبة لي، ماشي. وبعد كده يعني انا موجود مع الوايد رينج مع of intermediate host دي. خلي بالك بقى ان دورة حياة التوكسوبلازما يعني هتبقى صعبة شوية بالنسبة لكم، وان كانت معتمدة على فهمنا لدورة الحياة بتاعت الملاريا، بس سيب الكتاب خالص وتعالى معايا، ما تبتديش بالمورفولوجي المكتوب في الكتاب، اسمع بس القصة مني وبعدين لما هترجع له ان شاء الله هتفهمه بإذن الله.
ماشي يا شباب. الغرض ان انا بقول لك ان القطه هتنزل هنا ستيج، الستيج اللي هي ناتجه عن السكشوال ريبرودكشن اللي احنا بنسميها الاووسيست اللي احنا متعودين عليه، والاووسيست دي هترجع تتاكل بواسطه الوايد رينج اوف انترميديت هوست. دي هيحصل ايه بقى جوه الكائنات دي هنشوف بعد شويه. المهم ان في ستيجز هتتكون جوه الكائنات دي وترجع تتاكل بواسطه القطه. طبعا احنا لما اجي اقول لك ترجع تتاكل بواسطه القطه هتحط لي علامه استفهام على الانسان هنا وتقول لي هو الانسان ممكن يتاكل عن طريق القطه؟ ونرجع بقى تاني لكلمه بلايند هوست، يعني هوست ما ينفعش يتاكل فيتحبس جواه البارازايت وهكذا، يعني كلمه بلايند هوست هتظهر تاني هنا معانا في التوكسوبلازما. المهم وخلاص ان انا وصلت ان القطه هتاكل الكلام ده اللي هو الوايد رينج اوف انترميديت هوست دول، وبعد كده تكمل دوره الحياه جواه. بتحصل بقى دوره الحياه ازاي؟ تعالوا نشوف التفاصيل واحده واحده. وكمان لاحظتوا حاجه غريبه هنا، ان القطه ظهرت تحت كمان، يعني القطه موجوده فوق كديفينيتيف هوست والقطه موجوده تحت كمان كانترميديت هوست، يعني تتحسب تبع الوايد رينج اوف انترميديت هوست هنا. يعني القطه هنا هتقوم بدور الديفينيتيف هوست وبدور الانترميديت هوست كمان، يعني القطه هتقوم بدوره الحياه فوق وتحت، يعني القطه اقدر اقول عليها كومبليت هوست. يعني القطه هي الكومبليت هوست الوحيد اللي اقدر اقوله في التوكسوبلازما. يبقى التوكسوبلازما ظهر فيها تاني الكومبليت هوست وظهرت فيها تاني البلايند هوست. دي مجرد مقدمه سريعه، تعالوا نمشي ونفهم القصه كده واحده واحده. اهو زي ما قلت لكم هنا ان دوره الحياه اللي هتحصل تحت الخط دي ضمن الوايد رينج اوف انترميديت هوست، دول هسميهم انترميديت هوست زي ما اتفقنا، وتحصل دوره الحياه وبعدين توصل للقطه تاني وتستمر دوره الحياه كده. وحطينا علامه استفهام عن الانسان زي ما قلنا عشان كلمه بلايند هوست. التفاصيل دي احنا بنقولها في المجمل دلوقتي، لكن هنقعد بقى نفصصها دلوقتي حته حته، ودي الحقيقه الحاجه اللي هي محتاجاها التوكسوبلازما انها تتفصص حته حته كده، زي دوره حياه الملاريا بالظبط لما فصصناها حته حته. تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل بقى جوه القطه واللي انت بتقول لي عليها انها ديفينيتيف هوست. طيب خلينا نبتدي كده من البدايه، القطه بتتعدى ازاي؟ القطه بتتعدى ازاي يا جماعه؟ ما تسالنيش بس الستيجز دي جت منين، لان لا في اخر دوره الحياه هتفهم هي جت منين. المهم وخلاص ان القطه هتتعدى بالتلات حاجات دول. الاووسيست احنا متوقعينها اللي هي ايه؟ اللي هي النتاج بتاع السبوروجوني وقبليها الجاميتوجوني اللي حصل جوه القطه. ما هي القطه معديه فبتنزل سيست اسمها اووسيست جواها سبوروزويدز. وهنلاحظ هنا ان الاووسيست دي يا جماعه متوزعه ازاي؟ اربعه سبوروزويدز متحوطين بغلاف، واربعه سبوروزويدز متحوطين بغلاف، فبسمي الكيس اللي جواه اربعه سبوروزويدز دول بسميه سبوروسيست. وبما ان الكيس الكبير اللي هو الاووسيست جواه تو سبوروسيست، يعني كيسين كل واحد منهم جواه اربعه سبوروزويدز، فبقول على الاووسيست دي وصفها ايه؟ داي سبورو سيستك تترازويك اووسيست. يعني ايه؟ يعني الاووسيست اللي جواها تو سبوروسيست، جواها كيسين كبار، يعني كل كيس منهم اسمه سبوروسيست، وكل كيس منهم جواه تترازويك، يعني جواه اربعه سبوروزويدز. ماشي يا شباب؟ طيب في كمان تو ستيجز السودوسيست والتروسيست، دول هتاكلهم من الانترميديت هوست اللي كلتهم من تحت. زي ما قلت لكم ان الانترميديت هوست ده هيحصل جواه مجموعه تغييرات كده هتنتهي بتكوين السودوسيست والتروسيست، وهيتاكل في الاخر بواسطه القطه. هيحصل ازاي الكلام ده هنشوف بعد شويه. المهم وخلاص ان القطه هيوصل لها كل الاكياس دي، كيس اللي احنا متعودين عليه اللي اسمه اووسيست وقلنا الوصف بتاعه دايسبوروسيستك تترازويك، وكيس من الانترميديت هوست اسمه سودوسيست، وكيس اسمه تروسيست، وهنشوف الكلام ده بعد شويه ان شاء الله. ماشي يا جماعه؟ طيب تعالوا بقى نكمل كده. الاكياس دي زي ما قلنا محتوياتهم ايه؟ محتوياتهم حاجه اسمها تروفوزويد، ايا كان بقى محتوى الكيس، بس التروفوزويد ده يا جماعه جوه الكيس الاولاني اللي هو الاووسيست احنا اتفقنا ان احنا مسمينه سبوروزويد، وجوه السودوسيست ده هيبقى اسمه براديزويد وهنعرف السبب بعد شويه، وجوه السودوسيست قصدي هيبقى اسمه تاكيزويد وهنعرف السبب بعد شويه،
والتروسست دي هيبقى جواها براديزويد. الثلاثه اسمهم تروفوزويد، يعني الصيغه اللي هتتحرر منهم في الاخر لما القطه تاكل الكلام ده كله هيبقى تروفوزويدز، كلها تروفوزويدز، بس على حسب بقى الكيس اللي طالعه منه هيبقى ليها اسم مختلف. يعني اللي طالعه من الكيس ده هيبقى اسمه سبوروزويد، واللي طالع من السودوسيست هيبقى اسمه تاكيزويد الاحمر ده، واللي طالع من التروسيست ده هيبقى اسمه براديزويد. المهم ان كلهم تروفوزويد وعنده الابيكال كومبلكس اللي احنا بنقول عليه اللي هو اداه حفر عشان يحفر بيها خليه ويدخل جوه، لان احنا خدنا ان العيله دهيا انترا سيلولار، اوبليجاتوري انترا سيلولار، يعني لازم تعيش جوه خليه. وبما انك هتقول لي انها هتحفر جوه الخليه فهيجي يحصل ايه في القطه؟ ايه اول خليه هتقابلها؟ اللي هي البطانه بتاعه السمول انتستين اللي هي الانتستينال ميوكوزا. فهتبتدي بقى التروفوزويدز دي على اختلاف اسمها السبوروزويد تاكيزويد براديزويد هيجوا يحفروا جوه الخليه ويدخلوا جواها، وبعدين هيعملوا اللي احنا متعودين عليه اللي هو الجاميتوجوني، وبعد كده الكيس يفرقع ويطلع منه المحتوى بتاعه اللي احنا بنسميها ميروزويتس، احنا متعودين بقى على الكلام ده. وبعدين وبعد كده هتبتدي الميروزويتس دي تعمل انفيجن تاني للخلايا، كل ده هدفها انها بتكتر العدد بتاعها. ماشي يا جماعه؟ يبقى بتعمل مالتيبل شيزوجوني سايكل، كل لما ما الكيس ينفجر يطلع منه الميروزويتس دي وتبتدي تعمل انفيجن تاني للخلايا. طبعا الكلام اللي انا بقوله لك كل الصيغ اللي انا بقولها لك السبوروزويد البراديزويد التاكيزويد الميروزويد كل الكلام ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن تروفوزويد. خلاص؟ فالمهم التروفوزويد ده باختلاف المسمى بتاعه قاعد يعمل مالتيبل شايزوجوني سايكل، يعني يدخل جوه الخليه يعمل كيس جوه اسمه شايزون، الكيس يتنفخ يفرقع الخليه تقوم طالع تاني التروفوزويد ده وعامل انفيجن. المهم ان هو عايز يكتر عدده، مالتيبل شايزوجوني سايكل. وبعدين وبعدين بقى لما يلاقي نفسه ان هو خلاص كتر العدد بتاعه يقوم قالب على الجزء الثاني من الملتيبليكيشن بتاعه اللي هو السكشوال سايكل، يعني عايز يدخل في السنجمي، فيقوم عامل خليتين، خليه ميل وخليه فيميل، اللي هو زي ما اتفقنا بقى نفس اللي حصل في الملاريا اللي هو المايكرو جاميتوسايت والماكرو جاميتوسايتس ويتحدوا ويعملوا الزايجوت، وبعد كده ينتهي بتكوين الاوسيست. ماشي؟ طيب يعني انت بتقول لي ان لما عملت المالتيبل شيزوجوني سايكل بدات وكترت عددي بدات ادخل في النوع الثاني من المالتيبليكيشن اللي هو السكشوال مالتيبليكيشن، برضو التروفوزويد هيعمل انفيجن للانتيرو سايتس او خلايا السمول انتستين، بس المره دي هيبقى بسلوك مختلف بغرض ان هو يكون لي خلايا الميل وخلايا الفيميل. طبعا خلايا الميل بتتكون ازاي؟ شفناها في الملاريا اللي هو الخليه تعمل اكس فلاجيليشن كده ويبتدي الحتت دهين تنفصل عن الخليه الام وتبقى حاجه زي السبرم كده، حاجه رفيعه وسبندل شيبد، وتبتدي تدخل جوه خليه الفيميل تخترقها يعني عشان تكون الزيجوت، وبعد كده هيتكون لي في الاخر خالص الاووسيست. هل الاووسيست اول ما بتنزل يا جماعه بتبقى بالشكل اللي انا وصفته لك فوق ده اللي هو دايسبوروسيستك تترازويك؟ الجواب لا، بتبقى الاول اماتيور، يعني لسه نوت انفكتيف، يعني لسه ما تقدرش تنقل العدوى للقطه. خلي بالك ان انا كل ده داخل السمول انتستين بتاعه القطه، وشفت ازاي بقى ان دوره الحياه هتنتهي بتكوين الاووسيست، يعني القطه هترجع انها برضو تتعدى بالاووسيست، بس الاووسيست اللي بتنزل من القطه بتبقى لسه نوت انفكتيف لانها اماتيور، وتنزل الاووسيست اللي هي اماتيور دي اللي هي انسبوريوليتد، يعني لسه ما اتكونش جواها الاكياس اللي احنا بنقول عليها سبوروسيست دي، ولا اتكون جواها السبوروزويت، ما اقدرش لسه يعني اقول عليها داي سبوروسيستك تترازويت، وتقعد شويه في الاكسترنال انفايرمنت محتاجه لها بتاع 5 ايام كده علشان تنضج ويبقى اسمها ايه؟ سبوريوليتد اووسيست او ماتيور اووسيست. وهي بقى نفس الستيج اللي نزلت لنا من فوق الخط دي، فاكرين لما قلت لكم في بدايه دوره الحياه دي ما تسالنيش عن الاكياس دي جت منين، اديني قلت لك اول كيس جه منين اهو. اول كيس ده جه منين؟ من فضلات القطط اللي نزلت في الاكسترنال انفايرمنت وقعدت لها 5 ايام علشان تنضج وتبقى ماتيور وانفكتيف يعني، وتبقى اسمها الدايسبوروسيستك تترازويك، ساعتها تقدر تعدي القطه. طيب
السودو سيست والترو سيست دول بقى هيجوا منين؟ اتفقنا انهم بيجوا من الانترميديت هوست اللي هو كان تحت الخط ده. بيتكونوا ازاي؟ هنشوف بعد شويه ان شاء الله. ماشي. المهم ان الاو او سيست دي لما هتنضج هتطلع فوق اهو وترجع تعدي القطه اللي واقفه مستنياها دي. ماشي يا شباب، ادي دوره الحياه اللي بتحصل جوه القطه. سيكشوال سايكل يعني ابتديناها الاول طبعا بمالتيبل شيزوجني سايكل، وبعدين دخلنا على السنجامي اللي هو اسمها جاميتوجني فولود باي سبروجني. كل ده حصل جوه امعاء القطه، وانتهينا ان في الاخر خالص هيتكون لي الاو او سيست. ملاحظين ان كل دوره الحياه دي حصلت جوه امعاء القطه، يعني السبروجني والجاميتوجني ما انفصلوش عن بعض زي ما حصل في الملاريا. يعني كان جزء في الملاريا بيحصل في الانسان وجزء تاني بيحصل في الناموسه، لا هنا بقى في القطه بيحصل فيها كل الحاجات دي. طيب المهم تعالى بقى نشوف اللايف سايكل اللي بتحصل جوه الانترميديت هوست اللي احنا اتفقنا انه وايد رينج اوف انترميديت هوست. وحط في دماغك طالما انت عندك كل الكائنات دي ممكن تتعدى بالتوكسوبلازما، يبقى اكيد الانفكشن هتبقى هي كمان وايد رينج، يعني تقدر تتنقل بطرق كتير جدا، لان كل دول بيطلعوا لي في الاخر الانفكتيف ستيج اللي كان اسمها ترو سيست وسودو سيست، وشفناها بعد شويه ولسه بنسال نفسنا هي جت ازاي. وبفكركم تاني ان من ضمن الانترميديت هوست القطه نفسها والانسان، خلاص. ولما قلنا القطه تصنف تبع الانترميديت هوست قلنا لك طالما لعبت فوق الخط وتحت الخط يبقى كده اسمها كومبليت هوست، طالما اشتغلت يعني كديفينيتيف هوست وانترميديت هوست. والانسان كمان طالما وجد تحت الخط وكان المفروض ان هو يتاكل بواسطه القطه وما ينفعش يتاكل فبسميه بلايند هوست. طب هل الكائنات التانيه دي ينفع تتاكل بواسطه القطه؟ الجواب هو اه، لما هتموت القطه هتاكلها، لما هتتذبح في الجزاره ويترمى الفضلات بتاعتها خارج المجزر القطط برضه هتيجي تاكلها. فالمهم ان هم ينفع يتاكلوا بواسطه القطط. المهم تعالى بقى نشوف هيحصل ايه جوه الانترميديت هوست ده. وزي ما بدانا في القطه بسهم نزل لها كده من فوق، هنبتدي برضو بنفس السهم ده في الانترميديت هوست. هيوصل لهم ايه؟ نفس الثلاثه ستيجز اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هو الاوسيست والسودوسيست والتروسيست. طب الاوسيست متوقعه ليه؟ لان القطه نزلت لي الاوسيست في الاستول بتاعها ونزل قعد 5 ايام في الانفايرمنت، فسهل جدا الكائنات دي تاكل اكل ملوث بالاوسيست. لكن السودوسيست والتروسيست دول هيتاكلوا ازاي؟ انت عايز تقول لي يعني ان الكائنات دي تقدر تاكل بعضها فهتحصل على السودوسيست والتروسيست من بعض؟ يعني اه، وممكن كمان لما القطه تموت هما كمان ياكلوها. اه المهم وخلاص ان السودوسيست والتروسيست دي هتجيلك من اكل انترميديت هوست، اكل لحمه انترميديت هوست مش مستويه. ماشي. وهيتحرر كالعاده منهم ايه؟ هيتحرر منهم التروفوزويد باختلاف مسماه، زي ما اتفقنا بقى الاوسيست هتطلع سبوروزويدز، السودوسيست هتطلع تاكيزويدز، التروسيست هتطلع براديزويدز. يعني ايه تاكيزويدز وبراديزويدز؟ هنشوف بعد شويه، مش مشكله دلوقتي يعني، اصبروا عليا بس شويه فيه. المهم ان ده كله عباره عن تروفوزويدز باختلاف مسماه، وهيبتدي برضه يعمل الحركه بتاعته بس المره دي بسلوك مختلف. انا كنت قلت لكم القطه هي الديفينيتيف هوست الوحيد اللي بيحصل جواها مالتيبل شايزوجوني سايكل، وبعد كده يجي السكشوال سايكل اللي هي السنجامي. الكلام ده جوه القطه بس ومسايلها طبعا، نمور الحاجات دي اللي هي العائلات القططيه يعني. لكن جوه الانترميديت هوست هيبقى الوضع مختلف. هما اه هياكلوا الاوسيست وهياكلوا السودوسيست والتروسيست، وهيتحرر جوه الانتستين بتاعتهم التروفوزويد باختلاف مسماه. لكن التروفوزويد المره دي يا جماعه مش هيخترق الخليه بغرض ان هو يعمل السايكلز اللي احنا قلنا عليها دي، لا ده هيعدي مرحله الانتستينال ميوكوزا خالص علشان ينزل في الخلايا اللي تحتها اللي هي خلايا الريتيكولو اندوثيليال سيلز اللي بتبقى موجوده تحت الماكروفاج، يعني الخلايا المناعيه اللي موجوده تحت يعني بتحمي الميوكوزا او الابيثيليال سيلز اللي فوق ده. يبقى هو هيتجاوز الابيثيليال سيلز دي خالص، ما هياش هدفه خالص. ده دي كانت هدفه لما كان جوه القطه، لكن طالما دخل جوه كائن يعامل كانترميديت هوست حتى لو كان القطه، بيدخل على طول على الخلايا المناعيه ويخترقها، وبعدين هيعمل ايه بقى؟ هيكتر عدده بس بطريقه ثانيه. ايه هي الطريقه دي يا جماعه؟ اسمها اندو دايوجوني. اسمها ايه؟
اسمها اندودايجوني، ودي كانت واحده من انواع الاسكشوال ريبرودكشن اللي مرت عليكم في مقدمه الباره، مقدمه البروتوزوا. يعني ايه اندودايجوني؟ يعني الخليه بتخش تكتر عددها عن طريق ان الخليه الواحده تدي خليتين جوه الخليه الام، وبعد كده الخليه الام تفرقع وتحرر الخليتين اللي كانوا جواها دول. ماشي يا اولاد؟ يعني معنى كده ان المره دي مش هيحصل بقى موضوع الشيزوجوني ولا الجاميتوجوني والسبروجوني والكلام ده، لا. كل اللي هيحصل نوع من الاسكشوال ريبرودكشن اسمه ايه؟ اسمه اندودايجوني. والخلايا دي بقى يا جماعه اللي هو التروفوزويد ده عايز يكتر عدده بسرعه 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 بسرعه، فيتكاثر بسرعه، يعني هيكون اكتف جوه الخليه ويفرقعها بسرعه. فالخليه اللي جواها تروفوزويد بيشتغل بسرعه دي بسمي التروفوزويد ده في الحاله دي تاكيزويد، يعني التروفوزويد اللي بيشتغل بسرعه بيكتر عدده بسرعه بيفرقع الخليه بسرعه. والخليه نفسها لما هتيجي تتنفخ بالتاكيزويدز دي في الاخر وقبل لما تيجي تفرقع بيبقى اسمها ايه؟ بتبقى عامله زي الكيس اللي مليان بالخلايا اللي هي اسمها التاكيزويدز دي، فبسميها سودو سيست. ليه سودو سيست؟ لان الخليه نفسها جدارها بقى كانه كيس بيتكاثر جواه التوكسوبلازما اللي هو التاكيزويدز اللي احنا بنقول عليها دي. لكن التوكسوبلازما ما افرزتش حوالين نفسها كيس ولا حاجه، يعني ما عملتش سيست وول بنفسها، لا. ده الخليه نفسها، جدار الخليه نفسها بتاعه الهوست هي اللي اشتغلت ككيس بيتكاثر جواه التوكسوبلازما. يبقى فهمنا كلمه سودو سيست جت منين يا جماعه؟ ليه؟ لان هي مش سيست ولا حاجه، مفيش سيست وول تم تكوينه، لا، ده جدار الخليه اللي هي بتاعه الهوست هي اللي عملت ككيس، لكنها مش كيس ولا حاجه، فسميناها سودو سيست. ومحتوى السودو سيست ده ايه بقى؟ عباره عن تاكيزويد، يعني تروفوزويد عايز يشتغل بسرعه عشان يكتر عدده ويفرقع الخليه اللي هو فيه. اهو تفرقع الخليه وبرده تستمر نفس الشيء كده، اللي هو تروفوزويد اندودايجوني، الخليه تتنفخ بالخلايا تفرقع يطلع منها تروفوزويد تاني، كل ده اسمه تاكيزويد بقى، ويعمل انفيجن لخلايا تانية وفرقع وهكذا، وتستمر الدوره دي بالطريقه دي. وبعدين هيقف بقى لحد هنا؟ الجواب هو لا، بيقوم داخل على الليمف وعلى البلط علشان يعمل يتوزع بقى على كل الجسم، كل خلايا الجسم، كل خلايا الجسم بما فيها البرين سيلز والكاردياك سيلز والسكليتال ماسلز، اي نيوكليتد سيلز بيروح لها. وبما اني بقول لك اي نيوكليتد سيلز، يبقى اذا الار بي سيز الماتيور ار بي سيز بتبقى نوت انكلودد كخلايا ينفع يحصل لها انفكشن بالتوكسوبلازما. ليه؟ اصل الديفلوبمنت بتاع البارازايت محتاج يكون جنبه نيوكليوس جوه الخليه بتاع الهوست، لانها بتساعده جدا في عمليه الديفلوبمنت بتاعه جوه الخليه. الار بي سيز ما عندهاش نيوكليوس، وبالتالي ما ينفعش التوكسوبلازما تبقى موجوده جواها. طبعا كلامي على الماتيور ريد بلاد سيلز، انما البركيرسورز بتاعتها قبل ما الريد بلاد سيل يعني تتخلص من نيوكليوس بتاعتها ممكن يحصل لها انفكشن عادي بالتوكسوبلازما. ماشي يا شباب؟ طيب يعني انت عايز تقول لي ان ان ان, إن البارازايت عمل باي باس للميوكوزا، الميوكوزا الابيثيليوم ده يعني، ودخل على الاميون سيلز اللي تحت بغرض انه يتكسر ويكتر عدده جواها، وبعدين الخلايا المناعيه ذات نفسها وهي بتتحرك بقى مع الليمفاتيك درينج هتروح للبلد وتساعد البارازيت ان هو يتوزع في كل انحاء الجسم بقى على كل الخلايا اللي فيه زي ما قلنا، يمشي في البلد اهو تو اني نيوكليتد سيل، ويمشي بدوره الحياه اللي احنا متعودين عليها دي اللي هي تاكيزويد يفرقع الخليه ويكون سودو سيست وهكذا. طيب بصراحه يا جماعه لما يجي الخليه دي تفرقع ولقت اميون سيستم قوي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، بيقوم هاجم على التوكسوبلازما بغرض ان هو يقضي عليها يموتها. يعني التوكسوبلازما يا جماعه زي عيلة الكوكسيديا في العموم، اللي هي العيلة اللي احنا بنتكلم عليها ده اهي، كلهم بنقول عليها opportunistic parasites. عيلة الكوكسيديا اللي احنا اللي انتوا بتدرسوها بداية من التوكسوبلازما والكريبتو الايزوسبورا والكلام ده كله، كل الكلام ده بنقول عليه ايه؟ بنقول عليها opportunistic. يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تعمل مرض الا لو الجهاز المناعي وقع، الا لما تلاقي فرصة يعني. ولذلك التروفوزويد
لو لقى نفسه كل شوية قاعد عمال يفرقع الخلية وتعرض للجهاز المناعي لما الخلية تفرقع، ساعتها هيقول انا كده هبقى في خطر. ليه؟ لان الجهاز المناعي هياخد بالي منه، هياخد باله مني فيهاجمني ويضيعني خالص. فنقول يا جماعة بارازايت يقول احنا هنهدي اللعب شوية. يعني ايه؟ يعني التوكسوبلازما او التاكيزويتس بقى اللي قاعدين عمالين نشاطهم عالي ويفرقعوا الخلية، يبطئوا النشاط بتاعهم، يبقى حركة المالتبليكيشن بتاعها بطيء خالص. مش بس كده، ده هم موجودين جوه الخلية يبتدوا يفرزوا حواليهم سيستول عشان يخفوا نفسهم كمان عن الجهاز المناعي، حتى يعني لو الخلية دي فرقعت او ما هيبقوا محمين داخل سيستول. فالتاكيزويت اللي كانت سريعة هتبقى بطيئة ويبقى اسمها براديزويتس، والخلية اللي كان اسمها بقى سودوسيست في الاول، لا ده دلوقتي بقى جواها سيستول حقيقي. فالمرة دي سيست وول بمحتوى بسميه سيست، بسميه ايه؟ سيست حقيقية، ترو سيست. والترو سيست جواها ايه؟ جواها براديزويتس اهو. ماشي يا جماعة؟ اهي يبقى راحت استخبت، فرزت حوالين نفسها جدار حقيقي اللي هو الاخضر ده، فبسميه ايه؟ بسميه ترو سيست، ويبقى جواه براديزويتس. خلاص؟ طيب ايه رايكم بقى لما الجهاز المناعي يبقى ضعيف زي ده، يقع يعني؟ ساعتها بقى البراديزويتس تلاقي الفرصه بقت زي الفل، يقوموا طالعين من السيست اللي هم مستخبيين جواها دي ويتحولوا تاني لتاكيزويتس، ويشتغلوا بنشاط كبير ويفرقعوا الخلايا بسرعه، ويرجعوا تاني لموضوع السودوسيست واللي جواها التاكيزويتس وهكذا. فهمتوا يا جماعه دوره الحياه منين جه فيها السودوسيست والتروسيست؟ السودوسيست والتروسيست هي عبارة عن خلايا جواها البارازايت. لو كانت الخلايا دي جواها بارازايت بيكتر عدده بسرعة وبيفرقع الخلية بسرعة اسميها سودوسيست وجواها تاكيزويتس. ولو كانت الخلايا ده جواها سيست حقيقية، يعني سيست وول، وجواها براديزويتس يعني بتكسر بالراحة، اسميها تروسيست. سواء كده او كده الانترميديت هوست اللي جواه خلايا مصابة دي لو اتاكل بواسطة القطة، ساعتها هيحصل نفس القصة اللي انا حكيتها لكم في القطة زمان دي، اللي هي دورة الحياة اللي حصلت جوا القطة. ولو الانترميديت هوست كل بعضه برضه هتوصل السودوسيست والتروسيست، وتبقى ساعتها برضه الصيغة اللي هتعديه هي السودوسيست والتروسيست. والاوسيست خلاص احنا عرفناها ك انفكتيف ستيج. يعني انت بقى لما تيجي تكلمني عن دورة الحياة اللي احنا متعودين عليها وانا بكلمك كدكتور بشري، هتقول لي هو ايه الدياجنوستيك ستيج وايه الانفكتيف ستيج؟ اقول لك الدياجنوستيك ستيج هي الستيج اللي بلاقيها داخل الانسان، مش القطة، كلامي مش على القطة بقى. طب ايه الستيجز اللي هلاقيها داخل الانسان اللي هو انترميديت هوست ده؟ اهو، يا اما هلاقي جواه الترو سيست اللي جواها براديزويتس، يا اما هلاقي جواها السودو سيست اللي جواها تاكيزويتس، يا اما دي او دي لما يفرقعوا هيطلعوا منهم التروفوزويت نفسه. يبقى الدايجنوستيك ستيج في الانسان هم الثلاثه دول. ماشي يا اولاد؟ طيب الانفكتيف ستيج هي ايه؟ هتقول لي ينفع يتعدى بالترو سيست، وينفع يتعدى بالسودو سيست، وينفع يتعدى بالتروفوزويت نفسه لما يتحرر يعني من السودو سيست والترو سيست، وينفع يتعدى بالاووسيست بتاعت القطة. يعني لو كان اكل ملوث ببراز القطة اللي فيها اووسيست بالوصف بتاعها بقى اللي هي دايسبروسيستك تترازويك، ساعتها اقدر اقول عليه ايه؟ اقول عليه انفكتيف ستيج. لاحظ ان الاووسيست ملهاش دعوة بالانسان، يعني ما بتتكونش جوه الانسان، دي بتنزل فقط من القطة. لكن السودوسيست والتروسيست بيبقوا موجودين عادي جوه الانسان. يعني انت عايز تقول لي ان الدايجنوستيك ستيج هي الانفكتيف ستيجز ما عدا الاووسيست. الاووسيست فقط هي اللي بتبقى بزودها على الانفكتيف ستيجز لانها بتبقى نازله من القطه. طب انتم ملاحظين يا جماعه ان التوكسوبلازما لحد دلوقتي ليها وايد رينج اوف انترميديت هوست، وليها انفكتيف ستيجز كتير جدا. الاووسيست تنفع تعدي، السودوسيست تنفع تعدي، التروسيست تنفع تعدي. طب المود اوف انفكشن، الاووسيست تقدر تعديني عن طريق ان انا اكلها او اشمها، يعني ممكن بالانهاليشن كمان، وطبعا لما هتاخد بالانهاليشن وتنزل مع السلايفا تتبلع تنزل برضو الجاسترو انتستاينال تراكت. يعني الاووسيست ممكن تتعدى انت بيها عن طريق الانهاليشن، وممكن برضو عن طريق الانجشن، اكل ملوث يعني بالاووسيست. والسودوسيست والتروسيست تقدر تاكلها عن طريق ايه؟ عن طريق اكل
لحمة يعني مثلا ما هيش مستوية، لحمة بقرة جاموسة مش عارف ايه من الحاجات دي انت كلتها وكانت اللحمة مش مستوية فكلتها جواها سود سيست او ترو سيست. وممكن تتعادى بطريقة تانية اللي هي ايه، اللي هي مثلا اورجان ترانسبلانتيشن، يعني انت خدت الاورجان. وما تنساش كمان ان انت لما بتعمل عملية الاورجان ترانسبلانتيشن بتبقى مدي للعيان اللي هياخد الاورجان ده اميون سبريسيف ثيرابي، تقلل المناعة، ودي مصيبة سودة لان التوكسوبلازما مستنياها. في الحالة دي هتاخد ايه؟ هتاخد السودوسيست والتروسيست عادي. فالغرض ان انا عايز اقول لك ان في اكتر من مود اوف انفكشن للتوكسوبلازما، وده سبب تاني من اسباب انتشار التوكسوبلازما. الوايد رينج من الانترميديت هوست والمالتيبل مودز اوف انفكشن والوايد رينج او الدايفرستي بتاعه الانفكتيف ستيجز اللي هو في انفكتيف ستيجز كتير للتوكسوبلازما، كل ده بيسبب ان التوكسوبلازما تبقى منتشره جدا. طب هي منتشره جدا امال ليه معظم الناس ما عندهمش اعراض؟ الجواب لان التوكسوبلازما زي ما اتفقنا دي اوبورتيونستيك، يعني طالما الجهاز المناعي بتاعك زي الفل ما تخافش ولا هيبان عليك اعراض اساسا. طب امال ايه ازمتنا مع التوكسوبلازما؟ في الست الحامل، لان الحمل بيقلل المناعه بتاعه الست الحامل، وبالتالي يقدر التوكسوبلازما انها تعمل اعراض فيها، والاخطر من كده كمان انها تتنقل للجنين اللي جواها فتعمل فيه كونجنتال انوماليز. وطالما انا قلت لك كده يبقى اعرف كمان ان واحده من المودز اوف انفكشن هو ان التوكسوبلازما تتنقل ترانسبلاسنتال من الام للجنين بتاعها. بس هنا بيبقى في شرط ان الام تبقى واخده العدوى لاول مره، يا اما خلال الحمل يعني في الفيرست ترايمستر او قبل الحمل بشهور بسيطه، بحيث ان ما يكونش لحق الجهاز المناعي يكون مناعه ضدها فتمنع التوكسوبلازما يعني انها تعدي للجنين. انما لو الام اتعدت لاول مره خلال الحمل او قبل الحمل بفتره بسيطه مش هيكون لسه الجهاز المناعي قدر ان هو يكون مناعه ضد التوكسوبلازما، فتقدر التوكسوبلازما عادي انها تشتغل وتمر من الام للجنين. ماشي يا جماعه؟ ما تنسوش بقى ان انا بقول لكم ان المالتيبليكيشن في النوع الثاني من دوره الحياه ده اسمه اندو دايوجوني، انما في القطه كان اسمه ايه؟ كان اسمه شايزوجوني، وبعد كده بقى اسمه سينجامي او جاميتوجوني فولود باي اسبروجوني. ماشي يا اولاد؟ ادي دوره الحياه بقى بعد ما جمعتها لكم في صوره واحده، اللي هو بمنتهى البساطه دوره حياه بتحصل في الفيلاينز القطه وشبيهاتها يعني، وبعد كده تقعد شويه في الاكسترنال انفايرمنت عشان السيست دي تتحول من اماتيور لماتيور، وبعد كده دوره حياه في الانترميديت هوست، وبعدين دوره حياه الانترميديت هوست تنتهي بانها توصل تاني للديفينيتيف هوست عن طريق ان دول يتاكلوا. ماشي؟ اهو الاوسيست السودوسيست التروسيست كل ده بيوصل للقطة ويبتدي يدخل على الانتستينال سيلز، يعمل مالتيبل شايزوجني سايكل فولود باي سينجامي، وبعد كده تنزل الاوسيست اماتيور الاكسترنال انفايرمنت تقعد لها 5 ايام عشان تبقى دايسبروسيستك تترازويك، وبعد كده توصل تاني للانترميديت هوست عن طريق ايه؟ برضو الاوسيست التروسيست السودوسيست، وبعدين هتعدي خالص من هنا ملهاش دعوه بالانتستينال ابيثيليوم، هي غرضها الاميون سيلز اللي موجوده تحته او الريتيكولو اندوثيليال سيلز اللي موجوده تحته، وبعد كده تعمل التروسيست والسودوسيست زي ما اتفقنا. ماشي يا جماعه؟ يبقى الرول اوف كات ان اللايف سايكل قلنا انها بتشتغل كديفينيتيف هوست فوق الخط وكانترميديت هوست تحت الخط، يعني بتلعب الدورين يعني كومبليت هوست. طيب نرجع بقى تاني للمورفولوجي اللي انا قلت لكم سيبوه كده في الاول خالص عشان ما يعقدكوش. اهو انا عندي اوسيست وعندي تروسيست وعندي سودوسيست وعندي تروفوزويد. الاوسيست والتروسيست والسودوسيست زي ما اتفقنا بيتحرر منهم التروفوزويد باختلاف اسمائه، يعني اللي هيطلع من هنا هيبقى اسمه سبوروزويد، اللي هيطلع من هنا هيبقى اسمه براديزويد، اللي هيطلع من هنا هيبقى اسمه تاكيزويدز، وكلهم شكل بعض بنسميه تروفوزويد. الاوسيست شكلها ايه؟ داي سبوروسيستك تترازويج، يعني جواها كيسين سبوروسيست وكل سبوروسيست منهم فيه 4 سبوروزويد، فبقول عليها داي سبوروسيستك تترازويج. واتفقنا ان الاوسيست الاول بتنزل اماتيور وبعدين تبقى ماتيور، وبعدين التروسيست اللي هو كيس
سيستول يعني جواه براديزويتس. والسودوسيست عباره عن خليه كبيره اهي، حتى النيوكليس الكبيره بتاعتها باينه اهي. لاحظ ان التروسيست انا مش حاطط لك فيها ليها نيوكليس، لان التروسيست هي جدار السيستول اللي بتفرزها التوكسوبلازما نفسها، ماليش دعوه بقى بالخليه نفسها. لكن السودوسيست الجدار الخارجي ده بتاع الخليه اللي النيوكليس بتاعتها اهي، خليه الهوست يعني، وكل اللي جوه ده عباره عن تاكيزويتس. ماشي يا اولاد؟ ادي اللايف سايكل داتا زي ما اتفقنا. الهوست في ديفينيتيف هوست اللي هو الكاتس والاذر فيلاينز، والباقي بنسميه انترميديت هوست. الهابيتات زي ما اتفقنا هو اني نيوكليتد سيل. الدياجنوستيك ستيج زي ما اتفقنا هي الستيجز اللي ممكن الاقيها في الانسان، يعني ممكن الاقي السودوسيست وممكن الاقي التروسيست وممكن الاقي التروفوزويتس، يعني لما يتحرر من التروسيست والبراديزويتس والسودوسيست، لكن ما بلاقيش فيه اووسيست. الانفكتيف ستيج هي الستيج اللي هتعدي الانسان، اللي هي الاووسيست ماشي، التروفوزويد ماشي، التروسيست ماشي، السودوسيست ماشي، والمود اوف انفكشن زي ما قلنا الاووسيست هتتعدى بيها عن طريق انك تعمل لها انجستشن او انهاليشن. السودوسيست او التروسيست او التروفوزويد ممكن تتعدى بيهم عن طريق ان انت تعمل انجستشن للاندر كوكد ميت او اورجان ترانسبلانتيشن او ترانسبلاسينتال او حتى لابوراتوري اكسبوجر، يعني انت في المعمل وبتتعامل مع عينه وما انتش عامل الاحتياطات بتاعتك وانت بتتعامل مع العينه، وقعت العينه مثلا على البنش اللي انت بتشتغل عليه وانت ايديك فيها جرح، لمست العينه دخلت التروفوزويد من خلال الجرح وبرضه يمشي بنفس الطريقه. ماشي يا جماعه؟ وبسالكوا تاني ليه التوكسوبلازما منتشرة جدا؟ قلنا في many infective stages، many modes of infection، و many intermediate hosts. وتعالوا بقى نتكلم على البارازايت التاني، هو برضو شبه التوكسوبلازما بس اسمه كريبتوسبوريديوم بارفا. الحقيقة يا جماعة ان الكريبتوسبوريديوم هي برضو نفس فكرة اللايف سايكل المعتادة اللي احنا بنتكلم عليها. تعال بس نشوف شكل البطل بتاعنا بقى، المورفولوجي بتاعه ما هوش صعب زي بتاع التوكسوبلازما. هو برضه اووسيست بس ما هياش دايسبوروسيستك تترازويك، يعني مش متقسمه بقى لكيسين وكل كيس جواه اربعه سبوروزويتس، لا. الحقيقه هي الاووسيست ما فيهاش جوه كيس زياده حاطط فيه السبوروزويتس، لا بنسميها نيجد سبوروزويتس، يعني السيست وول على طول جواه اربع سبوروزويتس من غير سبوروسيست، مفيش سبوروسيست جواها ولا حاجه، ده هم اربعه سبوروزيتس موجودين داخل الاووسيست على طول. بفكركم ان احنا في الثلث الاخير من المنهج اهو، ودوره الحياه هتبقى بالمنظر ده كالعاده بقى. اووسيست هتجيلي من فوق، مفيش بقى عندي التعقيد بتاع التوكسوبلازما اللي هو السودوسيست والتوروسيست والكلام ده، لا 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 لا، ده هو اووسيست هتجيلي من فوق هاكلها، وبعدين هيتحرر منها السبوروزويتس، وبعدين هتخرم الانتستاينال ايبيثيليوم عادي بقى زي العادي، نفس اللي كان بيحصل في القطه عادي. اما هتيجي تخرم الخليه يا جماعه هتقعد على طرطوفه الخليه، يعني على المايكروفيلاس بوردر ده، مش هتدخل جوه زي التوكسوبلازما، لا ده هتقعد على الطرطوفه هنا. فلذلك يعني ليها وصف كده لما هتيجوا تقروا في الهابيتات بتاعها، يقول لك هي صحيح انترا سيلولار لكن اكسترا سيتوبلازميك. يعني ايه؟ يعني يا دوبك تشد السيل ممبرين ده تقعد جواه تحتيه، لكن ما بتدخلش جوه السيتوبلازم بتاع الخليه. فبقول عليها تاني ايه؟ دي انترا سيلولار صحيح، يعني دخلت الخليه طالما خرمت السيل ممبرين، لكن اكسترا سيتوبلازميك يعني ما بتعملش انفيجن للسيتوبلازم بتاع الخليه. المهم ان السبوروزويد ده هيبتدي يدخل جوه، وزي ما كنا اتفقنا قبل كده يا جماعه ان البروتوزون لما بيجي يدخل الخليه ما بيبقاش داخل كده لوحده جوه الخليه، لا ده بيبقى داخل جوه الخليه جوه جزء من السيل ممبرين بتاع الخليه نفسها بتاعت الهوست، فبسمي دي الفاكيول اللي جواها البارازايت، بسميها بارازايتوفرس فاكيولز. بارازايتوفرس فاكيولز يعني ايه؟ يعني الفاكيول اللي جواها البارازايت. والبارازايتوفرس فاكيولز دي زي ما قلنا بتبقى انترا سيلولار بات اكسترا سيتوبلازمك، وهتعمل نفس الكلام اللي عملته بقى التوكسوبلازما في القطه، يعني هتعمل الاول شايزوجوني سايكل وبعد كده تعمل موضوع الجاميتوجوني والسبوروجوني،
يعني دورة الحياة هتنتهي بتكوين أوؤوسيست اللي احنا قلنا عليها جواها أربعة نيكد سبوروزويتس دي. بس هتعملها ازاي بقى؟ انتوا هتلاقوا عندكم كده يا جماعة بس اختلاف التسميات، يعني هي اسمها شايزوجوني وكل حاجة، لكن برضو بنسمي لكم الشايزوجوني ليه اسم تاني هنا اسمه ميروجوني. ليه؟ ما هو الشايزوجوني كان بيكون شايزون، والميروجوني اللي هو برضو شايزوجوني بسمي المنتج بتاعه ميرونت. يبقى ما تتلخبطش، قلتها لي شايزوجوني اوكي، قلتها لي ميروجوني مفيش مشكلة، قلت لي شايزونت ماشي، قلت لي ميرونت ماشي، بس ايه الفكرة من ان انا مديلك الشايزونت اسم جديد هنا اسمه ميرونت ليه؟ هنفهم بعد شوية. المهم وخلاص ان الميرونت ده او الشايزونت ده هيبقى جواه 8 بالعدد، 8 سبوروزويتس او 8 ميروزويتس اللي هو التروفوزويت. السبوروزويت هو التروفوزويت اللي بيبقى طالع من الاوؤوسيس، لكن اللي هيطلع من الشايزونت بسميه ميروزويت، ماشي؟ المهم ان الميروزويتس دي يا جماعه لما هتيجي تطلع من الكيس ده، يعني الكيس ده اللي جواه 8 دول هيجي يفرقع بقى ويطلع منه الميروزويتس اللي تبتدي تعمل انفيجن تاني للخلايا، يعني مالتيبل شايزوجوني سايكل برضه زي ما اتفقنا حصل في القطه. البارازايت عايز يكتر عدده وبرضه يخرم الطرطوفه بتاعه الخليه اكستراسايتوبلازميك انتراسيلولار، ها، ويعمل الكيس اللي فيه 8 دول، وبعدين وهكذا لحد ما يقرر ان هو خلاص العدد بتاعه كده بقى كويس قوي، نبتدي بقى السكشوال سايكل. فيبتدي الميروزويت اللي يخرم الخليه بدل ما يكون لي كيس جواه 8 لا يكون لي كيس جواه 4 بس، والاربعه دول هيبقى سلوكهم مختلف لانهم موجهين ناحيه السكشوال مالتيبليكيشن مش الاسكشوال مالتيبليكيشن ولا حاجه. يعني انت عندك كيس اتكون في الاول كان اسمه الكيس اللي جواه 8 ميرونت جواه 8 يعني ميروزويتس، والكيس الثاني جواه 4 بس، فبسميه الميرونت اللي جواه ايه 4 بس، عشان افرق لك ده عن ده وتبقى فاهمني يعني. فهسمي لك الاولاني ميرونت تايب 1 وهسمي الثاني ميرونت تايب 2. ما سميناهاش شايزونت رغم ان هو لو قلت لي شايزونت مفيش مشكله، هو اسمه شايزونت فعلا وكل حاجه، بس عشان بس نحسسك ان في ايه، ان في اختلاف في دوره الحياه دي، ان في نوعين من الشايزونت بيتكون، واحد بيبقى فيه 8 بس وواحد بيبقى فيه 4، واحد بيبقى موجه للاسكشوال مالتيبليكيشن اللي هي المالتيبل شايزوجني سايكل يعني، وواحد موجه للسكشوال مالتيبليكيشن اللي احنا عارفينها بقى اللي هو الميل والفيميل هيتكونوا، اللي هو المايكرو جاميتوسايت والماكرو جاميتوسايت، وبعد كده يحصل برضو الاكس فلاجيليشن عشان خلية الميل تتكون ويلقى خلية الفيميل، نفس اللي حصل في الملاريا بالظبط والتوكسوبلازما، وبعدين يكون لي في الاخر الزايجوت ده، ماشي؟ وبرضو عشان يعني نفهمك ان الدنيا مختلفة شوية، هنا احنا هنا بنسميه مايكرو جامونت ومايكرو جامونت ومايكرو جاميتوسايت وماكرو جاميتوسايت، هو نفس الكلام نفس التسمية، بس علشان ايه دورة الحياة فيها التفصيلة المختلفة دي اللي هما الكيس اللي جواه 8 والكيس اللي جواه 4، فبنضيف لك بس شوية اسامي، ماشي يا جماعة؟ يبقى بدل ما هقول لك مايكرو جاميتوسايت ومايكرو وماكرو جاميتوسايت، المايكرو هي الصغيرة تبقى خلية الميل، والماكرو هي الكبيره تبقى خليه الفيميل. الكلام ده كله خدناه في الملاريا بقى، بس بدل ما هقول لك مايكرو جاميتوسايت وماكرو جاميتوسايت انا هقولها لك ايه، مايكرو جامونت وماكرو جامونت. طيب وبعد ما الخلايا ده هي تنضج ويحصل مثلا اكس فلاجيليشن في الميل، فخليه الميل النضجه دي هيبقى اسمها ايه، هيبقى اسمها مايكرو جاميت، والفيميل هتبقى ماكرو جاميت. خلاص نفس اللي حصل في الملاريا، لو ذكرتوا الملاريا كويس هتلاقي هنا دورة الحياة سهلة جدا، كل الموضوع بس ان انا غيرت لك شوية اسامي، بدل ما اقول لك شايزونت بقى اسمه ميرونت، وبدل ما قلت لك مايكرو وماكرو جاميتوسايت بقول لك مايكرو ومايكرو جامونت، ماشي؟ وبعدين طبعا الاكس فلاجيليشن في الملاريا كان بيكون لي 8 بس، يعني كان بيطلع لي من خلية الميل الواحدة بيطلع لي منها حوالي 8 مايكرو جاميت، لكن هنا بيطلع لك لحد 16 عادي، يعني من 12 ل 16 فبيطلع عدد اكبر. المهم وخلاص انها نفس دوره الحياه هتنتهي ان انا هيتكون لي زايجوت اهو، وبعدين اوؤوسيست. وملاحظين يا جماعه ان الاوؤوسيست على طول اتكونت بالمنظر اللي احنا متعودين عليه اللي هو جواها
أربعة سبوروزايت اللي هما النجد دول، يعني ماتيور أول ما بتتكون خلاص بقت جاهزة إنها ماتيور وتنزل على طول في الستول. خلاص معنى كده إن الأوسيست نازلة ماتيور وإنفكتيف لأنها نفس المنظر ده، فتروح تعدي الشخص ده على طول. يعني أنت عايز تقول لي إن الشخص ده بينزل أوسيست قادر على نقل العدوى بصورة مباشرة؟ الجواب هو أه. يعني أنت عايز تقول لي إن الشخص ده بينزل لي دايجنوستيك ستيج اسمها أوسيست وإنفكتيف ستيج برضه اسمها أوسيست؟ يعني الشخص ده الدايجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج هما نفس المرحله اللي هي الاوسيست؟ الجواب هو اه. ولما تلاقي اجتماع الدايجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج في ستيج واحده زي ما قلنا، توقع ان المود اوف انفكشن الشخص ده ممكن يعدي نفسه ويعدي غيره. يعني ايه؟ دخل الحمام وما غسلش ايديه وكل عمل اكل، اسمها ايه؟ اسمها اكسترنال اوتو انفكشن. دخل الحمام وما غسلش ايديه وعمل اكل واداه لزميله، اسمها هيتيرو انفكشن. حتى كمان الانترو الانترنال اوتو انفكشن هنا ممكن. ليه؟ اصل يا جماعه 80% من الاو او سيست دي بيبقى ليها ساك وول، فدي اللي بتقدر تكمل وتنزل الاكسترنال انفايرمنت عادي وتعمل دوره الحياه اللي احنا قلنا عليها. لكن 20% منهم بيبقى سين وولد، يعني ايه؟ يعني جدارهم رفيع خالص لدرجه انها ممكن تفرقع وتفقس داخل الهوست، يعني داخل الانتستين بتاعه الولد ده هتطلع الاربع سبوروزويتس دول من الجدار الرفيع للاوسيست وتعمل انفيجن برضو لخلايا الانتستينال ابيثيليوم ده وتكرر نفس دوره الحياه دي، اسمها انترنال اوتو انفكشن. يعني انت عايز تقول لي ان دوره الحياه فيها ثلاثة مودز اوف انفكشن اللي هو انترنال اوتو انفكشن واكسترنال اوتو انفكشن وهيتيرو انفكشن. ماشي يا جماعه؟ يبقى الاو اسيست اللي جدارها رفيع هتعديه من جوه اسمها انترنال اوتو انفكشن، والاو اسيست اللي جدارها تخين لما هتطلع بره يا اما بقى على حسب هياكل الاكل هو يبقى اسمها اكسترنال اوتو انفكشن، يا اما هيدي الاكل ده لزميله اسمها هيتيرو انفكشن. طبعا اللايف سايكل داتا خلاص بقى الهوست هو الديفينيتيف هوست هو الهيومن، وبرده في معاه وايد رينج اوف هوست بيحصل فيهم نفس اللي بيحصل جواه. فنرجع بقى تاني لمفهوم الديفينيتيف هوست هو المان والريزرفوار هوست هو اي مخلوق تاني يقوم يحصل جواه نفس اللي بيحصل جواه. الهابيتات هو زي ما قلنا بيبقى في السمول انتستين، فين بالظبط؟ في الانتستينال الفيسيال سيل. فين بالظبط؟ على طرطوفه الخليه يعني انترا سيلولار بات اكسترا سيتوبلازم. احيانا كمان يا جماعه ما بتكتفيش بالانتستينال ابيثيليال سيلز، ممكن تروح على الريسبيراتوري ابيثيليوم وممكن برضو تروح على البيلياري ابيثيليوم. الاوسيست ممكن تتعادى بيها عن طريق الانهاليشن برضو، فمتوقع هي ممكن تروح للريسبيراتوري سيستم. بس المكانين الزياده دول اللي هما الريسبيراتوري ابيثيليوم والبيلياري ابيثيليوم بيحصل في حالات ان الجهاز المناعي يكون واقع، لكن ما بيحصلش في العادي يعني. ماشي يا جماعه؟ الدايجنوستيك ستيج ما عنديش غيرها هي الاو اسيست، الانفكتيف ستيج برضه هي الاو اسيست، والمود اوف انفكشن زي ما اتفقنا. تعالوا نشوف بقى السلايدز اللي عليكم يا جماعه. اول حاجه انا شايف هنا بطش زرقاء كبيره، ايه البطش الزرقاء الكبيره دي؟ عباره عن نيوكليوس بتاعه الخلايا بتاعه الانسان. نقول ريتيكولو اندوثيليال سيلز ايا كانت يعني، المهم ان في بقى حاجه زي الهيليكس كده، بارازايت صغير خالص اهو، بروتوزون صغير خالص متني وليه بوينتد اند وبلانت اند ونيوكليوس اهي. دي التوكسوبلازما يا جماعه اهي، انا كده مكبر لك الصوره اكتر. اللي هو انا شايف توكسوبلازما التروفوزويت بتاع التوكسوبلازما وسط البطش الزرقاء الكبيره دي. واوعى تتلخبط لما يجي لك المنظر ده، يعني في خلايا في منظر تاني في الليشمانيا الشريحة اللي كانت عليكم كان فيها بطش زرقاء كبيرة برضو، ما هي خلايا بتاعة الهوست سيلز اللي هي الخلايا الكبيرة، ما تخصنيش في حاجة. بص على البارازايت الصغير اللي بينهم هناك، كنا بنقول لكم ده في نقط صغيرة زرقاء كتير وكل نقطة فوقها نقطة أصغر منها، ده الإيماستيجوت. لكن هنا البارازايت عامل زي الهيليكس كده أهو، وناحية مدببة وناحية بلانت ونيوكليوس ناحية الناحية البلانت، دي التوكسوبلازما تروفوزويت. يبقى دي توكسوبلازما جوندياي ايه تروفوزويت. ده منظر تاني اهو نفس المنظر بس مفيش البطش دي، احنا جايبين لك هنا البروتوزون على طول. طيب ايه دي بقى؟
دي الكريبتوسبوريديم باربام اوسيست. حتى اما تيجوا تدرسوا في النظري كده ان شاء الله هيتقال لكم يا جماعه انا لما باجي افحص الاستول بالصبغات العاديه ما بشوفش الاوسيست بتاعه الكريبتوسبوريديم. ليه؟ اصلها ما بتاخدش الصبغه بتاعتهم. عشان تصبغها وتشوفها لازم تصبغها بسبيشال ستين، بيقول لك بقى اسمها ايه، موديفايد زيل نيلسون ستين. ليه موديفايد؟ لان الزيل نيلسون في العادي لما وانتوا بتشتغلوا في المايكرو بيقول لك انا في خطوه تسخين عندي علشان اقدر اصبغ مثلا التي بي، لكن عندنا هنا في البارة مش بنحتاج خطوه التسخين دي، بتتسبغ عادي من غير التسخين، بنقول عليها دي موديفايد زيل نيلسون ستين. طب ايه الشريحه دي بقى؟ دي الكريبتوسبوريديم بارفام اوسيست ستيند ويز موديفايد زيل نيلسون ستين. التعليق كده كامل يا جماعه، لازم تقول لي هنا السبيشال ستين ايه. وده منظر تاني اهو، نفس الكور الحمراء دي بالخلفيه الزرقاء بتاعتها. دي كور حمراء ليها خلفيه زرقاء، دي الصبغات بتاعه الزيل نيلسون يا جماعه، وشكلها واضح جدا ومميز. طيب في اتنين تانيين بقى اما تيجي تذاكر النظري ان شاء الله هيقول لك ان في بروتوزون تالت تبع نفس العيله اسمه ايزوسبورا بيلي، بس الاوسيست بتاعته بتبقى اوفال كده، واول ما بتنزل بتبقى اماتيور جواها كيس واحد، وبعد كده لما تكبر وتبقى ماتيور بتبقى برضه جواها كيسين، تو سبوروسيست يعني، وكل سبوروسيست برضه بيبقى جواه أربعة سبوروزويتس، فنقول عليها داي سبوروسيستك تترا زويك أوسيست. أتمنى إن الدرس النهاردة السكشن يكون سهل وبسيط. ربنا يعينكم ويوفقكم يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.